بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة العاشرة اللي هي تينيا أنجيوم، أو كمان يسموها كذا الأونكيو مايكوزيس. أونكيو مايكوزيس حنعرف الفرق بين التينيا أنجيوم والأونيكو مايكوزيس. طيب حنعرف التينيا أنجيوم، ما هو ديفينيشن التينيا أنجيوم، باثوجينيسيس للتينيا أنجيوم، اللاب دياجنوسيس والتريتمنت. الديفينيشن للتينيا انجم، او احنا نعرفها كذا، انها عباره عن فانجل انفكشن بتافكت النيل وكوزد باي درماتوفايت. الاونيكومايكوزيس حاجه ثانيه. عاوزين نعرف الفرق بين التينيا انجم والاونيكومايكوزيس. التينيا انجم كوزد باي درماتوفايتس اللي قلنا عليها، يا ترايكوفايتون يا مايكوسبوريوم يا ابيدرموفايتون. الاونيكومايكوزيس هنا كوزد باي درماتوفايت اور يست، فنسميها الأونيكومايكوزيس. طيب الكوزيس بالنسبة للتينيا أنجيوم اللي هي زي ما قلنا ترايكوفايتون ربرم، ترايكوفايتون مانتاجروفايتس، الإبيدرموفايتون فيلوكوسم. طبعا هنا في التينيا أنجيوم ما فيش مايكوسبوريوم، في التينيا أنجيوم ما فيش مايكوسبوريوم. المود اوف ترانسميشن بالتأكيد الأوتو انفكشن، يعني شخص عنده تينيا بيدس، في التينيا بيدس هتنتقل ممكن تصيب النيل، فبالتالي دي اوتو انفكشن. النقطة الثانية from تينيا بيدس، يعني شخص عنده تينيا بيدس هتنتقل الى النيل. بالتأكيد الشير النيل كليبرز، يعني لو استخدم النيل كليبرز لشخص عنده تينيا انجيوم واستخدمها شخص اخر ممكن ينعدي. كمان اللي بيمشوا على اللي هي التربة اللي هي الرطبة، واحدة من ممكن المود اوف ترانزميشن. كيف يحصل الباثوجينيسيس؟ الباثوجينيسيس يحصل كالآتي، انه في درما هي درماتوفايتس بتطلع دايجستيف انزايم، الدايجستيف انزايم بتعمل دايجست للكيراتين للنيل، فبالتالي يؤدي الى البريتل والدمج للنيل. طيب الباثوجينيسيس او البريديسبوزنج فاكتورز، انه الناس اللي اكرمكم الله اللي بيستخدموا مثلا او بيلبسوا نعال ما فيهاش اي ضيقه، ما فيهاش اي مسامات، واحده من البريديسبوزنج فاكتور. واحده ثانيه من البريديسبوزنج فاكتور لو حصل تروما في النيل، واحده من البريديسبوزنج فاكتور. هذا البريديسبوزنج فاكتور يحصل حاجه بنسميها البريفرال بور بريفرال سيركوليشن. ممكن اذا في poor peripheral circulation تؤدي الى predisposing للتينيا انجيوم. طيب التينيا انجيوم الان امامكم، في بريتل اللي بيصبح الظفر هش، غير كذا الكيراتين اللي بيحصل له digest بيتكثف وبيصبح thick، الظفر بيصبح hard ويصبح discoloration فيه، فبيكون من yellow الى brown شكل النيل، وكمان الريجولار ان شيب، شكله كمان الريجولار ان شيب. طيب كيف نعمل لاب دياجنوسيس؟ في منتهى السهوله نعمل لاب كلينيكالي، نشوفها نقول دي واضح انها تينيا انجيوم، زي ما انتم شايفين الصور دي كلها كلينيكالي تينيا انجيوم واضحه تماما، دي واضحه انها تينيا انجيوم. عشان نتاكد نروح نعمل كشط للنيل المصاب بحاجه ستيرايل، على سلايد ستيرايل، نروح نحط الكو اتش 10 ل 20% لمده 10 ل 20 دقيقه، نعمل هيت جنتلي، شفنا الهايفي على طول دي تينيا انجيوم. واحنا اؤكد ان احنا نعمل الكلشر قلنا علشان نحدد السبيشيز، او نعمل حتى الموليكولر عشان نحدد السبيشيز. اذا نعمل كلشر ونعمل على السبرود اجار في درجه حراره 25 درجه مئويه لمده اسبوعين، نعمل ايدنتيفيكيشن، نشوف السيرفس ونشوف الريفرس. هذه قدامكم تينيا انجيوم، زرعناها طلع الشكل ده، السيرفس كذا شكله اللي هو البراون او الكاكي، وشكل الريفرس اللي هو الديب يلو. عملنا من الكولوني دي اخذناها وعملنا لاكتوفينول كوتن بلو، طلعت الشكل ده، انه ماكرو كانيديا وشكلها كلاب شيب او بير شيب. بالتاكيد دي واضحه تماما اللي هي ابيدرموفايتوم في اللوكوسم، فدي نقول الاورجانيزم اللي هو الابيدرموفايتوم في اللوكوسم. طيب النقطه اللي بعدها ممكن زي ما قلنا نعمل بي سي ار عشان نعمل سبيشيز سبيسيفيك او دي ان اي بروب، الانتيباديز نؤكد ما لهاش اي دور هنا خالص. طيب
كيف نعمل تريتمنت وبريفنشن للتينيا انجم. اورال تريتمنت هنا اسينشال، والتربانيفين يستخدم او الاتراكينازول كمان يستخدم. توبيكال سايكلوبيروكس ممكن يستخدم، وده واحد من الميسيلينيس دراجز يستخدم كمان لعلاج التينيا انجم. كنت معكم في موضوع التينيا انجم، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.